السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. وكيف ما عوضتكم دائما الجديد مع نوال المذكورية. وقبل ما نبدأ كنشكر المتتبعين العزاز ديالي الأوفياء اللي دائما متبعني وكيشجعوني، شكرا ليكم. شكرا للمغاربة ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن على التشجيعات ديالكم والتعاليق الزوينة ديالكم والتواصل ديالكم، فكنشكركم. وبسم الله على بركة الله غادي نبداو في الشرح ديال هاد البرطمة. هاد البرطمة جات في أناسي، برطمة زوينة كبيرة فيها 80 متر، جات في الطبق الأول، عندها جوج واجهات مشمشة، فيها 3 البيوت وصالون ودوش وطواليط. جات زوينة، أو الكوزينة جات في بلاصة زوينة كما كتشوفوا معايا. راه الدار نقية كبيرة مصلوحة، اللي بغاها يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي ليكم. كما كتشوفوا راه هذه الدخلة ديال البارتما، كاين فيهم لاسانسور وكاين باركين للطوموبيلات. المهم راها دار زوينة فيها 80 متر. وبالنسبة للناس اللي كيتواصلوا معنا وكيسولوا على الجديد، فرا دائما كاين الجديد ان شاء الله، راه كاين بارتمات. والناس اللي كيصوروا كيلوحوا لنا في الواتساب، الله يجازيكم بخير، يكون التصوير واضح، حيت راه ما كنصوروش حنايا كلشي، راه كاين الناس اللي عندهم البارطمات ديالهم كيصوروا كيلوحوا لنا في الواتساب، ولكن راه كيكون التصوير ماشي هو هذاك. الله يجازيكم بخير، التصوير يكون واضح وما تزربوش ملي تكونوا تصوروا، ما تزربوش باش يجي الفيديو زوين، وتحطيو البارطمات ديالكم حقهم في التصوير، حيتاش بزاف الناس كيتواصلوا معايا كيقولوا لي بعض المرات التصوير ماشي هو هذاك، فراه ماشي حنا اللي كنصوروا البارطمات، اللي كيكونوا حدايا راه كنصورهم، وكاين الناس عاوتاني على حساب كل واحد والوقت اللي كيكون مسالي. كاين الناس اللي كيكونوا خدامين الله يحسن العوان، يعني كيجيو غير في الليل فكيضطروا يصوروا في الليل ويلوحوا ليا. المهم انا راه غادي نحاول لي ما مصورش مزيان يعاود الفيديو، يلوح ليا التصويرات ديال الفيديو ديال البارطمان ديالو ان شاء الله، وراه غادي ننزلو في القناه. وراه كما قلت لكم راه دائما كاين الجديد، راه كاين بارطمان ان شاء الله. عيرت ابوناو في القناه وبقاو متبع النوال المذكوريه باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد. الى عجبكم المحتوى من طبيعه الحال كنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، ودائما نكون كنفيدكم بشي حاجه ولو بسيطه. المهم كما كتشوفوا هذا راه الصالون، الصالون مشمش كبير، في صالته زوينه، اصلا الدار كلها في صالتها زوينه الصراحه، مصلوحه. وهنايا كاينه واحد الكليسه قدام الصالون. المهم هاد الدار هذه ما ضيعه فيها حتى شي حاجه. السيدة راه كطلب فيها 54 مليون، قابلة للتفاوض، اللي بغاها راه غادي تصايب معاه في الثمن ان شاء الله. الثمن راه قابل للتفاوض، راه 80 متر، دار كبيرة، راه فيها 3 البيوت، وكاين فيها الباركو، فيها الكوزينة هي كبيرة، فيها دوش وطواليط. وبالنسبة للناس اللي كيسولوا على البارطمات اللي كاين اللي باقين دابا في القناة باقي ما تباعوش، فكاين سيدي مومن كاينين فيه 4 البارطمات، كاين جوهرة والهدى واناسي. الناس اللي كيسولوا على البقعة ديال حد سوالم تباعت، وكاين بقعات اخرين ان شاء الله غادي ننزلهم ونشاركهم معاكم. وراه دائما كاين الجديد ان شاء الله، راه كل يومين ولا 3 ايام ننزل لكم فيديو، راه غير على قبل الوقت وصافي. وهذا تا هو بيت. المهم راه فيها 3 البيوت وصالون،
وهنا كاين الكوزينه كما كتشوفوا، راه الكوزينه هي كبيره، دايره فيها صالامونجي وفيها البلاكارات كما كتشوفوا معايا. وهنايا كاين بيت النعاس كبير حتى هو. ورا بالنسبه للشمس راه كتضل فيها الشمس، راه عندها جوج واجهات، جات شوكيه. وهذه الطواليت راه فيها لافافو، وهنايا الدوش. كما كتشوفوا راه الدار نقيه. ودابا غادي نخليكم مع تتمه الفيديو الى فيديو قادم ان شاء الله.